سوبر كابل مصطلح ظهر في الثمانينات للتعبير عن زوجين من المشاهير. علاقتهما وثيقة ومثالية تجذب اهتمام الصحافة والجماهير. لكن في الألفينات كان برانجلينا المصطلح الدارج لنفس المعنى هو مصطلح يجمع اسمي براد بيت وأنجلينا في كلمة واحدة. عام 2016 انفصل الثنائي الأشهر في هوليوود بعد عامين فقط من الزواج، وبدأت معارك على الحضانة القانونية للأطفال، حيث طالب براد بيت بقضاء وقت أطول مع أبنائه. الثنائي يعود للصورة مجدداً بدعوى قضائية جديدة قدمتها أنجلينا جولي، تقول فيها إن براد بيت يرفض بيع حصته في مصنع النبيذ اللذين كان يتشاركان ملكيته مقابل اتفاقية تمنحهما من التصريح العلني بإيذاء الأولاد وكذلك الإيذاء العاطفي والجسدي. أنجلينا تستعيد في دعوتها الجديدة موقفاً خلال رحلة لهما بطائرة خاصة في سبتمبر 2016، تقول إن بيت أمسكها من رأسها ودفعها كما خنق أحد أطفالهما وضرب آخر في وجهه تحت تأثير الكحول. يبدو أننا على أعتاب دراما قانونية طويلة الأمد. بكل تأكيد إنه هذه القضية رح تكلف الملايين من الدولارات ورح تستغرق سنوات. هذه القضية لا زالت بعدها في بدايتها وماكو تفاصيل كثيرة. من يومين فقط يعني رفعت الدعوة هنا يعني في لوس أنجلوس، مع العلم إنه هناك تحقيقات فيدرالية صارت في لوس أنجلوس أول ما وصلوا على متن الطائرة، ولكن لا يوجد هناك أي يعني اتهامات جنائية ضد براد بيت إلى حد الآن. أنا برأيي الشخصي هناك أشياء أسرار لا نعرفها إلى حد الآن، في أشياء يعني القصة ما عم تربط مع بعضها، ولكن أيضا يجب أن أقول الشيء مهم جدا هنا في الوسط الفني في هوليوود، أنجلينا جولي معروفة جدا أن هي دائما تحافظ جدا على أطفالها، تحافظ أنه تبعدهم عن 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 الأضواء عن المشاكل، فقد يكون هذه من الأسباب. ولكن برأيي الشخصي المشكلة الكبيرة اللي صارت هو أنه براد بيت هو حاول أنه يجبر أنجلينا جولي توقع على عقد معروف هنا في هوليوود ويستخدمون المشاهير المعروف بالNDA. هو حاول أنه يجبر أنجلينا جولي أنه توقع على هذا العقد بحيث أنه أنجلينا جولي لا تكشف للصحافة يوم من الأيام على ما حدث على متن الطيارة، ولكن أنجلينا جولي رفضت هذا الموضوع. ولكن من براد بيت راح ورفع دعوة قضائية بعد ما باعت جزء من نصيبها من مصنع النبيذ،
رفعت دعوى قضائية حتى تحمي حالها وأيضا استقلاليتها المادية من براد بيت. طيب رافي براد بيت المعروف أنه براد بيت يعني ممثل عالمي شهير، وكذلك اليوم هو منتج سينمائي وحائز على العديد من الجوائز بينها جوائز أوسكار. إلى أي مدى هذه الدعوى القضائية بينه وبين أنجلينا جولي ستؤثر على مسيرته المهنية؟ بكل تأكيد. أول شيء خلينا نأخذ بعين الاعتبار المتهم بريء حتى أن تثبت إدانته، يعني ما نقدر إحنا نأخذ بطرف أنجلينا أو بطرف براد بيت، ما نعرف القصة بعد بكاملها، وأنا اليوم أنا أشوف على السوشيال ميديا يعني اتهامات باطلة، ما نعرف أي شيء لحد الآن، ولكن القصة رح تكون مشابهة جدا لجوني ديب وأمبر هيرد. اليوم أمبر هيرد هي يعني انهارت ماليا وصعب جدا إنه حتى تأخذ على دور واحد في هوليوود.